الو رمزي؟ نعم. ما غلط فيك، انت رمزي. شو عم تعمل؟ بنت مثلك ما عم بقدر اقاوم جمالها، ولاني بحترم وبقدر هالجمال هيك عم اعمل. رمزي، رمزي حبيب قلبي. خلوا الأمور ماشي مثل ما هي، ليصير وقت الحقيقة يلي بعد ما صار وقتها. رشيد أو رمزي مش مهم، المهم شو مخبيلي لبعدين. وعديني إنه مهما حصل بيناتنا طلبي نظرك إنسان محترم. يلي عمله وسيم ناصر عيب وما بينعمل، وأنا مش قادر أعمل شيء. اللي مين معه ما تزعل منك، مع واحد هلأ مش يلا. وبالنهاية شو بده يصير؟ هيك ما نضل؟ بكرة بيزهق وبيتركنا بحالنا. بدي أقتلهم، بدي أقتلهم. هالمرة مش رح أرضى أقل من الموت. بأقرب وقت رح أعمل الخطوة اللي انطرت سنين حتى صار عندي القدرة حتى أعملها. سهيل، انت بتعرف قديش انا بوثق فيك. محسوبك والله.
شو بتقول عن نور؟ شو رأيك فيها؟ نور ست الكل. بتعتقد انها بتحبني؟ فوق ما بتتصور. هيدي الإنسانة بتموت فيك، لا غبار على حبها لإلك. شو رأيك فيها كزوجي؟ يعني بتصلح تكون مرتي؟ والست ديانا؟ ما طايق عيش معها. بفهمك. علاقتي معها علاقة بروتوكولية رسمية، علاقة سمجة. لما بتطلع فيها بحس كأني عم بعمل شي عمل خير. يا لطيف، شو هالعذاب؟ مصيبة كبيرة، لازم تلاقي حل، ما فيك تقضي حياتك بهالعذاب. شو الحل برأيك؟ طلاق. بس أنا عندي حل تاني. عندي خبر لقليك، بدك تعملي فيه سكوب. ما بتعرفي قد ايه المجلة عنا بحاجة لأخبارك، وخصوصا إذا كان سكوب. سهيل. نعم يا بيك. اصحى تكون مفكر انه انا ما معي خبر شو كنت عم تعمل بحسابات المخازن. اي حسابات يا بيك؟ سهيل، تذكر. شو بدي اتذكر؟ سهيل، الك مدي عم تسرقني وانا ساكت، بتعرف ليه؟ لأنه بدي حاسبك عليهم على طريقتي الخاصة. حلم أعمل مسلسل بطولتي وتكون قصته مثل قصتها أنا أسامة، حب بالسر. حلو هالعنوان؟ ومين رح ينتج هالمسلسل؟ جوزي. جوزك؟ مين جوزك؟ قصدي أسامة فندور رح يصير عن قريب جوزي. دخيلك يا بيك كانت غلطة، سامحني. بعرف انها كانت غلطة وبدك تدفع حقك كتير غالي. دخيلك يا بيك سامحني، انا انسان والانسان معرض للغلط وللضعف، وانا ضعيف قدام المال. دخيلك يا بيك سامحني. دايما لازم يكون عنا قلت نحب وقلت نحقق احلامنا. حكم ولا عم تحكي حكم يا نور؟ مش معناتها ما بحب أسامة، موت بأسامة، بس من وقت لوقت بحب التمثيل والشهرة. يا عيني على الرؤية المستقبلية للحب. هيدا الكلام مش للنشر، هيدا الكلام بيناتنا. خذ. شو هودي يا بيك؟ راهن هول التشيكات ومستندات مشروع المباني يلي مصورهم، وليهف 250,000 دولار سرقة ونهب واحتيال. دخيلك يا بيك ارحمني، انا مستعد رجع كل يلي اخذتهم على اخر قرش. انت بتعرف اذا بقدم هالمستندات للنيابة العامة كم سنة بتروح فيهم؟ دخيلك يا بيك، انا محسوبك، مستعد اعمل اللي بدك اياه، بس ارحمني. شو آخر الأخبار؟ أسامة وعد نور بالزواج. شو عرفك؟ نور خبرتني. كل رجال بيقعد اللي بيحبها بالزواج، ما في شي جديد. حاسة هالمرة أنه في شي جديد، ومش بعيد مشروع زواجهم. قوي علاقتك بنور، خلينا نشوف أسامة شو عم بيخطط وياها.
بدي تستأجري بيت بعيد عن البلد، وما بدي حدو بيوت. ليه في شي وحدة بدك تشوفها بعيداً عن الأنظار؟ صح، في حدا بدي شوفه بعيداً عن الأنظار. كنت مفكرتك ما بتشوف. نتغدى هون بعدين ننزل على بيروت، الشقة كتير رح تعجبك. كل اللي بيهمني اني اكون حدك. الو بابي؟ ايه زويا؟ هيدي يلي اسمها نادي حطوم، ما عاد بدي اياها بالشركه، ما بدي اسمع باسمها. روقي ولي اللي عم تاخذي هالموقف منها. خلي شادي يقول لك. بابي ما بدي شادي يقول لي، بدي انت تقولي لي. هيدي وحده بلا اخلاق، معلقة على شادي وكل نهار فايته طالعة على مكتبه، بسببه من غير سبب. لانه شغلهم سوا. يلي عم بيصير بيناتهم ما ببين انه هيدا شغل. طيب حبيبتي. روقي وما تعصبي وتركيني انا حل الموضوع. ما رح روق قبل ما اعرف شو رح تعملوا فيها. هلا بوصل على المكتب بعرف شو لازم ينعمل. يلي لازم ينعمل تترك الشركه وتحل عن جوزه. طيب بحكيكي. باي باي. الو هناء. هنادي حطوم قليلة ما تترك المكتب، بدي اشوفها. انا واصل. ما بعرف ليش دايما بحب اسالك هالسؤال. اذا بدك بحبك هلا وامبارح وبكره. شو بنفوت بنطرقهم ومنفل؟ تركني اطلع فيهم لانه عجبني المنظر. ما بيسوى توصل لهون انت وديانا. انا ما بقى عندي شيء تخسره. بكفي تخسرها. خسارتها صارت ربح لإلي. ما بينحكى هيك على ديانا. ولا بينسكت على اللي عم تعمله. يمكن يلي عم تعمله ردة فعل على علاقتك مع صاحبتك. نور مش صاحبتي، نور رح تصير مرتي. لا هالقد كتير، ما بقدر اسمع هالشي.
تفضلي مستر ناصر ناطرك. ميرسي. بونجور مسيو ناصر. اهلا هنادي، تفضلي. راح فوت بالموضوع بسرعة. أنا متأسف اسمع إنه بينك وبين زوج بنتي علاقة مش مرتاحين لها بالشركة. وأنا بتأسف إنه يطلع بالشركة هيك إشاعات غير صحيحة. أنا طلبتك لهون لأنصحك وتنتبهي لشغلك وتبعدي عن هيك مسائل. مسيو ناصر أنا منتبهة كتير، ولما يثبتوا هالشي ساعتها بنحكي فيه. على كل حال بعتقد لازم تسأل جوز بنتك عن هالموضوع. أنا متأكد إنه أنت بريئة من التهم، وإنه شادي شاب محترم. لازم أنا وأنت نتعاون لنمنع الشائعات. أنت عم تقول شائعات؟ على كل حال هلا عندي مواعيد، والحكي هون ما بفيد. وين بفيد؟ بالشاليه؟ نتفق على أي محل بتختاري أنت لنتفاهم. مسيو ناصر، ما في لزوم نتقابل. كل يلي عندي قلته وضميري مرتاح وشغلي عم قوم فيه وزياده. كل اللي بهمني سمعتك وسمعت صهري. بعدي عن شادي وهيدي نصيحه. رح اخذ بنصيحتك مسيو ناصر، وكل ما بدي فوت اشتغل مع مديره رح اخذ معي حدا من الموظفين بالاذن. شو؟ ما عم تخبرني عن مساعدتك، إن شاء الله منيحة. شو ذكرك فيها هلا؟ ما بعرف، بس ما عم بقدر أتخيلك مع مساعدة. فيك تجيب شاب، ما ضروري تكون بنت. حياتي يا بتوثقي فيي أو لا. حياتي أنا بوثق فيك وبحبك، وبعرف إنك بتحبني، بس هيدي الإنسانة ما ارتحت لها، ما بقدر أتخيل إنها عم بتشوفك أكتر مني. أنت ببيتي، مرتي يلي بحبها. وهي بالشركة مساعدتي مش أكتر من هيك. بفتكر هالمرة زياد صعب يعرف نحن وين. هالمطرح ما بيخطر على بال حدا. المهم تنتبه ما يراقبوك. زياد بيكون هلا عم بدور عليكي مع حدا غيري. جاك وسعيد خليكن هون، انطروا من بركة ظهروا من هون. لازم نظهر من هون، نسافر، نتسلى، يعيشوا مشتاقة للحرية. لوين بدك نسافر منسافر؟ على لندن، مدينة الضباب. بدي أمشي معك والدنيا ضباب. وعبد الحليم بيغني يا شارع الضباب. ما يحرمنا من هالإيدين يا ست منور. افرح منكن يا رب. حلوة الدعوة هيدي. ها عذوقك. ايه وجودك معنا عم يرفع من معنوياتي. بكفي انه عم يحميني من جمال بنتك اللي راح يقتلني. لا دخيلك، موت انا ولا انت.
مستعدة افديك بروحي، بس مش قبل ما ناديك ولو مرة وحدة يا صغري يا سندي الظهري. صاحبي اللي تركتيني ولحقتيه مع مين عم يخوني؟ هيدي بتكون خطيبته حسب ما هو قال لي. لما رح يشبع منك رح يتجوزها. مثل الكلب رح يتركك. بتعرف ليه؟ لأنك مرة خاينة ما بتنفع على البيوت المحترمة. وعدتك اني رح قلت لك وقتلها وفيت بوعدي، لتعرف اني صاحب كلمه ما بتراجع عنها. أكيد بيكون قتلهم هلا. منيح اللي نحن بقينا هون. أنا مش قد إني أرتكب جرائم. لا أنا قد إني حط دم إنسان برقبتي. لك شو هالمصيبة يلي علقنا فيها زياد؟ لك زياد هو بحد ذاته مصيبة. الشقة بالطابق الثالث، طلعوا نطفوا كل شيء والحقونا وما تخلوا شيء يدل علينا. يلا بسرعة يلا. في هيك من زمان ما بدي اسمع ولا كلمة. الو سليم الاحمر، وحياتك في حالي طارئة ببرمانة ببداية المحبة الطابق الثالث غرفة رقم 214. وحياتك بسرعة. شو؟ هلأ بيوصلوا السليم الأحمر، إن شاء الله يلحقون قبل ما يموتوا. هو بعتقد رح يبقى أحد منهم عايش. Thank you.
سكة وحدك بتعرف تخوني؟ قتلن جاك روق شو بيك؟ مين قتل مين؟ زياد قتل رالف ولين. قتلن يا وداد، ماتوا ماتوا. لين ماتت. الصليب الأحمر. أنا رايحة أشوف شو صار فيهم. وداد، إذا كانوا ماتوا بيكون الله يرحمهم، نحن بدنا نضل عايشين. عادي وروقي وخلي هالليلة تمرق على خير. بس لين ما إلها حدا غيري. وأنا ما إلي حدا غيرك. أنا تركتها. أنا تخليت عنها. أنا خليت المجرم يا دنا. بعد ما قلت لي شو بك يا ماما؟ ما بيني شي ماما، بس هيك محتاج كون معك. ذكرتني فيك انت وصغير، كنت كل ما تعمل شغلي تعرف بدها تزعلني تجي وتنام بحضني. شو عامل زياد؟ شو عامل شي بده يزعلني؟ هالمرة اللي عامل بده يزعلني إلي وحدي. اللي بيزعلك بيزعلني، واللي بيقهرك بيقهرني. انت ابني الوحيد وحياتي كلها معلقة فيك. احكي يا قلبي، أنا بعرفك، لو ما في شي مضايقك ما جيت لعندي. ما في شي مضايقني ماما، اللي كان مضايقني خلصت منه وجاي ارتاح بين ايديك، جاي ارتاح على حضنك. قدي مشتاقة اسمع منك هالكلام، من وقت ما كبرت وأنا مشتقت لك. قدي في أوقات كنت بحاجة إنك تكون حدي، قدي أنا بحاجة نقعد سوا ونحكي. صار لازم امشي. زياد خليك هون الليلة. صار لازم امشي.
أسامة، حابب ذكرك إنه نهايتك قربت وعلى إيدام يلي قتلتهم. ما تسكر واسمعني، نهاية اللي بيعطينك اللي قربت مش نهايتي. قالها نهايتك ونهايتها اللي قربت. أسامة فضول، أنت رجال ميت. ألو ألو، مش رح تحل عنا مرتك، مش رح تخلينا مرتاحين. ما بقى ترد عليهم، ليه عم ترد؟ كان لازم رد تتعرف على الصوت، على القليلة تعرف مين اللي عم بيسألها. شوف مين أقرب شي لإلك وإله. لو ما مأكد إنه قتله بالبرازيل كنت قلت هيدا سمير هدية أو رمزي. معقول تكون ديانا عارفة كل هالسنين وسكتي؟ إذا صحيح يعني اللعب صار على المكشوف. حيت بشو شارد؟ بمين عم تفكر؟ بناس كانوا من الماضي. تأخر رالف، اتصلي فيه. ألو، شو؟ رالف؟ نظفتوا كل شيء ورانا؟ مأكد. مش لازم يبقى شيء دل علينا، تطلع براسنا بالآخر. هي بالآخر بدها تطلع براسنا. يلي فينا مكفينا، وحش تندب بشرفك. إن شاء الله بتسلموا. ابني لا. شو؟ لا. ما قدرنا لحقناها، كان واقف قلبها قبلها بساعة، الأوفر دوز كان كتير قوي. عن مين عم تحكي؟ عن البنت الله يرحمها. والشاب حكيم الحمد لله على سلامته. لا. مشي حاله، خلص بعجوبة. ما بدناش لك يا حكيم، ما بدناش لك. كتر خير. الحمد لله على سلامته. بالإذن. هيدا كل شي صار معنا. يعني بتتهم زياد فضول بقتل لين بمحاولة قتلك؟ أكيد. بس بالشقة ما كان في إلا بصماتك وبصمات القتيلة، كيف تفسر الشيء؟ معقول يحاول قتلكم برات الشقة وجابكن عليها؟ لا لا، قتلها بنفس الشقة. رالف حتوم، أنت موقوف على ذمة التحقيق حتى تثبت يا إدانتك أو براءتك، والأفضل توكل محامي. رح أتركك ترتاح وبعدين منكمل التحقيق. شو كابتن؟ موضوع مش هين، ما فيي إلكن شي هلأ ليخلص التحقيق على الآخر. ابني بريء، أنا متأكد من هالشي. بعد ما اتهمناه بشي
شو برايك نعمل هلا؟ لازم توكلوا محامي. رالف عم يتهم زياد فضول بالقتل. ما في بالشقة ولا بصمة غريبة إلا بصمات رالف ولين. وشو العمل بهالحالة؟ رح نستدعي زياد فضول على التحقيق ونستمع لأقواله. وقبل ما نستمع لزياد ما بقدر أعرف شيء. بالإذن. سلامة قلبك. موجوع؟ حاسس بشي؟ قتل الكلب. قتلها. كان فكر انه يقتلني معه. ما بده يروح مني. روق هلا. خلينا نفكر كيف بدنا نحل هالمشكلة. ولو مجرم معروف يروحوا يمسكوه. مجرم ما عليه ولا اثبات. عمل جريمة كاملة 100%. نجيب منى روحوا ارتاحوا. لازم يرتاح. أنا مرتاحة. منى خدي نجيب يرتاح، ضروري ينام. اختنق هون. أعصابي ما عادوا حاملينني. قوم فل، أنا ببقى مع زياد. ما رح أترك زياد بهالحالة. فايت أعمل عشاء. مش طايق اسمع هالحكي. أنا رح ساعدك. عملوا حسابنا بالعشاء. كريم ما في خبز، قوم جيب خبز. ايه اخر هالليل الا ما تشغلونا. اما شو بتبر؟ Each charted course, each careful step.
كريم كريم، بشوفك ما عم ترد له ليه؟ لأني مش كريم. جاك سعيد، أنت مين؟ أنا ليه؟ تركني وليه؟ مش حقدركك قبل ما أعمل فيك مثل ما عملت بيرالف ولين.